السلام عليكم متتابعي قناة ترسينة، ومرحبا بمتتابعين جداد. اليوم ان شاء الله من خلال هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم الطريقة ديال الملاقية ديال هاد الجلابة. بالعقيق طريقة سهلة، وايضا ممكن اي مبتدئة تطبقها في الجلابة ديالها كيف ما ممكن تطبقها في القفطان، تطلع البياسة رائعة وانيقة، وفي نفس الوقت المدة وجيزة فاش انها تطلع، يعني ممكن يومين تطلقي الجلابة. بالنسبة لهاد العقيقات هادو انا غنخدمهم في الرشمة اللي غتكون فوق من الجلابة. هذا هو العقيق اللي خديت، هذا الرقيق غادي نخدمه النمرة جوج، غادي نخدمها في الكمام والقب والفتاحي. وبالنسبة لهاد الدميعات وهاد الوريدات غادي نخدمهم في واحد الرشمة غادي نطبقها على الجلابة. الخيط والشمع غادي نوريكم كيفاش تشمعوا الخيط، لانه اغلبيه البنات يطلبوا مني كيفاش نشمع الخيط. الخيط كيف تلاحظوا على أربعة، ودخلتهم الليبره بحيث عطاتني هاد الخرصه، يعني هاد الدائره، باش من يبغي نخدم تكون الخدمه فينيا وندخل فيها الخيط بلا ما نكون عندي ديك العقده. بالنسبه للخيط ندوزو في هاد الشمع، وسط من هاد الشمع تنورك عليه باش انه داك الشمع، باش داك الخيط يتشمع وتيصحح. كما قلت لكم الخيط على أربعة وندخل في الليبرة، ومن بعد تنشمع العنق ديال الجلابة، تنجمعهم مع بعضياتهم بحال هكا باش نقدر نعبر 7 سنتيمتر، وتنضرب المقص. علاش؟ لان هاد 7 سنتيمتر من بعد كيف غادي تشوفوا غتلقاو بان ديك 7 سنتيمتر تدخل في الفتحة ديال القب، يعني هاد المباقي هذا اللي تحت غادي يدخل هذيك 1 سنتيمتر تدخل داخل في الملاقية ديال الجلابة، وهاد الملاقية الاخرى اللي ديال 7 سنتيمات تكون لتحت باش الجلابة تكون فينية. الجلابة ممكن تكون متقونة في الخدمة، ولكن الا كانت ما فينياش فكلشي تيضرب لك في الزيرو. يعني اهم حاجة هي انها تكون فينية. فبالنسبة لهاد 1 سنتيم غادي تدخل لتحت بالنسبة للقب، ولكن هاد 1 سنتيم الاخرى تدخل لداخل، وغادي نطبق عليها الملاقيه. هنا وريتكم بانه هذيك 1 سنتيم بالنسبه للملاقيه ديال القدام ممكن تنشبوها باش انكم تمشوا في الخدمه مستريحين، وديك 1 سنتيم تخلي لكم الخدمه غاديه مستريحه وانتم تخدموا. بالنسبه لي انا ديجا خدامه في هذه المساله هذه، ما نحتاج انني ندير ديك 1 سنتيم نشبها. فهاد البارتي هذا غير صورته لكم غير باش تعرفوها. من بعد حتى كنت نسيت وخدمت غير بالطريقه العاديه، تتفكرت بانه بعض المرات بعض البنات ما تيعرفوش لي ديطاي الصغار، فرجعت نشبت لكم هاد البارتي هادي باش تفهموها. يعني نتوما الا بغيتو تخدموا بالتنشاب باش يجيكم سهل. انا بالنسبه لي ماشي مشكل، انا تنخدم ممكن نخدم بلا ما نكون منشبه. لاحظتوا بانه هذيك الخرصه اللي كنت قلت لكم عليها سابقا عطلق ليا في هاد المساله هادي، شفتوا؟ يعني البداية ديال الخيط ما بانش بانه شي حاجة ما فينياش. هنا خديت 3 عقيقات وضربت في التوب، عادي نضرب في التوب، وعادي نعود نخرج من نفس العقيقة الاخرى، غنخرج من العقيقة الثالثة. لاحظتوا اول امر غادي نبداو ب3 عقيقات، تنضرب في التوب، تنهز معايا التوب، وتنخرج من العقيقه الاخرى. ديك العضه اللي تنقولوا حنا بالنسبه للمعلمات تقولوا تعضيت، اولا الغرزه اللي دارت في الجلابه تتكون غرزه ماشي كبيره بزاف، تبقى الجوانب ديالها باينين بزاف، يعني تهزي واحد الغرزه اللي خفيفه شويه تبان نقيه بحال الغرزه ديال الراندا. في البداية قلنا 3 الغرزات، ولكن 3 العقيقات دابا تنبدا ناخد 2، لأن ديما واحد العقيقة تتولي مشتركة. هانتوما لاحظوا 2 عقيقات، تنضرب الغرزة ديالي في الجلابة وتنخرج من العقيقة الأخرينية، تنعود نهز 2 عقيقات ونضرب الغرزة ديالي في التوب ونخرج من العقيقة الأخرينية.
هاد البارتي هادي اللي تنخدم فيها دابا هادي غنهبط بها الجلابه كلها تيل تحت، من بعد غادي نشركها مع الخدمه ديال الفاس الاخر ديال الجلابه، يعني الجانب الاخر ديال الجلابه، باش تكمل ليا الملاقيه ديال الجلابه ككل. يعني هاد الخدمه هادي خصني نهبط بها الجلابه كلها، من بعد عاد فاش نجي نخدم بالجلب الاخر. دائما الغرزات اللي تنضرب في التوب تتكون نرد ليها البال باش تكون زوينه وانيقه ومحترفه بحال الغرزات ديال راندا. دائما تنبقى نخدم بجوج، اول الامر خدمت بثلاثه تعقيقات، من بعد تنولي ديما نهز جوج عقيقات، تنضرب الغرزه ديالي في التوب تنخرج من اخر عقيقه. غادي نستمر على نفس الخدمه وغادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش لقيتها مع الجانب الاخر. يعني انتم عاد تحتاجوا انكم تستأنسوا بالخدمه كيفاش تخدم. من بعد البارتي الاخر غنوريكم كيفاش انكم تجمعوا في نفس هذا الفيديو، يعني ماشي بارتي الاخر، يعني في فيديو اخر في نفس هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش غادي تجمع الملاقي ديال الجلابه. كاينه واحد ملاحظه نسيت ما وضحتهاش في بدايه الفيديو، هو انه هذوك السروعه ديال الخيط ديال العقيق، كاين السروعه ديال الخيط اللي النمره جوج هما رقاق، هذاك العقيق رقيق غادي نديرو في القب، وغادي نديرو في الكمام ديال الجلابه، وغادي نديرو في الفتاحي. والسروعه الاخرين هذاك النمره ثلاثة، هذاك النمره ثلاثة هو اللي عندي راه الملاقيه غير ديال القدام اللي هو تنخدم به دابا، هذا النمره ثلاثة. هذه الملاحظه اللي كتبين نقول لكم، وهذه هي البارتيه ديال الامام كلها كملتها. دابا غادي ننطلقوا باش كيفاش غادي نشرك الملاقيه كلها. اول حاجه هني ثقفت الخيط، لاحظتوا اني ثقفت الخيط، دائما تنثقفوا بالخرصه باش يجي نقي. هزيت عقيقه وحده وتناخذ ديك العقيقه الوسطينيه، لاحظتوها، وتنعاود نهز عقيقه اخرى وحده، وتنهز الغرزه ديالي من التوب، من بعد تنعاود نرجع في نفس العقيقه هذه، وتنهز دائما ديك العقيقه الفوقانيه. تنعاود نهز عقيقه وتنهز معايا الغرزه ديالي من التوب، ونخرج في العقيقه الاخرينيه، دائما تنهز معايا، من بعد تنهز معايا هذيك العقيقه الوسطينيه. فهاد العقيقه الوسطينيه عتولي دائما تشرك لينا الجوانب بجوج. تنضرب الغرزه ديالي في التوب، ومن بعد تنخرج في العقيقه الوسطينيه، تنخرج من هذه العقيقه الوسطينيه، تنهز العقيقه، تناخذ الغرزه ديالي من التوب، ونعاود نخرج في نفس العقيقه، ونهز معايا العقيقه الوسطينيه. غادي نستمر على نفس الطريقه حتى نكمل الملاقي ديالي. الفيديو الماجي ان شاء الله، يعني الا خدمت غادي نخدم فيه القب، يعني الطريس ديال القب، والطريس اللي غيكون في الكمام، واللي غيكون في الفتاحي. فانتظروا الفيديو ان شاء الله، غادي ننزلو من مور هذا الفيديو باش تكمل الفينيسيون ديال الجلابه كلها، ونكون هكذا نكون وريتكم لي ديتاي كلهم ديال الجلابه، كيفاش خدمت كمام والقب والملاقيه ديال الامام. والفيديو الموالي اللي من بعد غادي نخدم لكم كيفاش غادي نخدم هذيك الرشمه اللي غنبارطاجي معكم، اللي غادي نخدم فوق من الجلابه، راه مازال ما كملتش هذوك البارتي، هذوك التويشيات اللي محطوطين في الجلابه بقى ما كملتش الرشمه ديالها. فغادي نوريكم لي ديتاي ديالها كيفاش غادي نخدمها، والشكل النهائي ديال الجلابه. تنتمنى ان الفيديو يكون فيه افكار مفيده وتطبيق ديالها مشروح.
الى عجبكم الفيديو ما تنسوش عملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا بتوفيق الجميع. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ايضا تعليقات ديالكم من شأنها انها تتساهم في انني نعرف النقط الرئيسية اللي خاصني نركز عليها في الفهم او في الشرح ديالي في الفيديو. ودعموني في القناة وشكرا وبتوفيق الجميع.